يقولون أن كل من تركوا بصمتهم في هذه الحياة لم يتحدثوا أبدا، بل ساروا في نهجها كل منهم وفق فلسفته الخاصة وإيمانه، فعلينا مرؤه مناسبا في تلك اللحظات. وتركوا التاريخ يتحدث بالنيابة عنهم ويقيم أفعالهم إن كانت صائبة أم لا. السلطان حسن، السلطان الشاب الذي لم يكمل 30 من عمره، قد مر خلالهم بالكثير. يقول المؤرخون بأن عصره كان زاخما رغم قصره، لقد عومل منذ صغره على أنه دمية يستغلها الأمراء للسيطرة على هذا الكرسي الكبير، وظنوا أنه سيسكت عن كل سوء ارتكبوه في حق العرش مقابل المكانة، ولكنه لم يفعل، وذلك لأنه سليل عائلة قلمون العظيمة التي حكمت على أساس المقولة الشهيرة بأن العدل هو أساس الملك، جملة أصبحت مستهلكة على مر التاريخ، ولكن تفاجئنا الحياة بوجود من لا يزالون يؤمنون بها. لقد حورب وسجن وانتصر لنفسه وعاد، لا باحثا عن مجد شخصي بل سائرا على خطى الآباء والأجداد لخلق أكبر منفعة لشعبه، مشيدا مسجدا ومدرسة لا مثيل لهما. حينما كان مسجونا في تلك الغرفة المظلمة من القلعة وحيدا صغيرا، كان كل ما ينظر له يوميا هو تلك البقعة من الأرض التي لا تطأها أقدام الأمراء، بقعة يسكنها العامة، العامة الذي لطالما رآهم الأمراء بأنهم أدنى منهم، ولكنه لم يفعل. لذلك شهد هذا الصرح الضخم الذي أجمع المؤرخون بأن ليس له شبيها في العالم، من المقريزي إلى ابن تغريم بردي إلى الرسام العالمي رينوار. صحيح أنه أرهق زينة الدولة، لكن كل من رآه لا يستطيع أن يقول أنه لم يكن يستحق. لا تحتاج إلى أن تمتلك بصيرة، يكفي أن تمتلك بصرا عاديا لترى عظمة ذلك المكان. قيل عنه أنه كان دولة تاج مصر الإسلامية، روحانية عالية تلف المكان بأسره، روحانية تنقلك من صخب المدينة إلى سكينة بيت الله. في كل ركن من أركان المسجد تنفس التاريخ معلنا أنه ما زال حيا، مفتتحا صفحاته لتقلبها راضيا. لكن الحياة لم تنصف، كان السلطان الشاب بإجماع الكل يستحق أكثر مما آلت إليه الأمور، والسلطان الذي شيد مقبرة له هي واحدة من الأكثر إبهارا، وأقام فوقها قبة عالية وحرص أن تزينها الزخارف والنقوش. ما زالت المقبرة رغم مرور أكثر من 7 قرون خالية، لم يدخلها بنيها ولم يعرف أحد مصيره حتى الآن، ولكن يشيع البعض أنه فر من القلعة متخفيا في ملابس الأعراب يلتمس النجاة بحياته، والبعض قالوا أنه فر إلى الشام، وقيل أيضا أنه قتل، لكن الثابت أنه اختفى وانقطعت أخباره. وبهذا ظل لغزا هو لغز اختفاء السلطان الشاب الذي ظلم في حياته وفي مماته أيضا، لكن التاريخ تذكره. لقد كان سلطانا طيبا ذو أصل كريم، أحب الناس وأحبوه، وتخليدا له كرمه التاريخ بالحفظ لا بالنسيان. أما الآخر فهو واحد من أكثر السلاطين الذين أثاروا جدلا في تاريخ مصر، يراه البعض على أنه مؤسس مصر الحديثة، والبعض الآخر يراه على أنه استغل موارد مصر لرسخ الحكم له ولعائلته، لكن لا يستطيع أحد أن ينكر عمق تأثيره في تاريخ مصر. تاجر الدخان الذي لم يتكلم العربية ولا يعرفها استطاع بدهاء ومكر وخبص سياسي أن يلعب على كافة الحبال حتى انتهى له عرش مصر بالحديد والدم والنار وبالقليل من التآمر والخديعة. واحد من دور حكم محمد علي الطويل ومصادر فخره هو جامعه الذي أنشأه كخاتمة لأعماله المعمارية داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي، والذي يعد واحدا من أبرز معالم القاهرة التاريخية بمأذنته وقبابه الشهيرة المرتفعة كأكبر القباب بالعمارة الإسلامية بمصر. في حضرته تأخذك عقارب الزمان إلى مئات من السنين قد مضت، فالتنقل بين جنباته كفيل بأن يسمو بروحك في رحلة عابرة إلى العصر الذهبي للحضارة الإسلامية والتراث المعماري الفريد. لوحة فنية متكاملة الأركان، تصميم هندسي يكاد يكون خال من الشوائب التي يبحث عنها أعين الساعين إلى الكمال. شبهه أحدهم بأنه لحن شجي يطرب آذان العاشقين للتاريخ المتذوقين لعبقه. ربما يرجع ذلك لظاهرة صدى الصوت الظاهر، حيث أنه يكاد يكون يعزف ألحانا موسيقية في لحظات الهدوء التام. عندما يمر النسيم عبر نوافذه المزخرفة كان المسجد
يشبه بانيه كثيرا، يتميز بالفخامة والثراء والطلة الذهبية الفريدة. Enough talk. الو، مساك عمر. ايه هتيجي امتى؟ انا والزوم مستنيين في الجامعة اهو. نص ساعة بالظبط يعني؟ بس انا متأخر بس عشان نلحق نخلص. A few moments later. بصيت في مرايتي لقيتها سودة ومظلمة، النفسية بعافية تعبانة من تشغيل ما حسيت. A little longer than a few minutes later. Three hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. الواد ده راح فين؟ مش هو اهلي انهم مستنيني هنا في الجنينه؟ راح فين الواد؟ ايه الكرسي المقلوب ده؟ راح فين؟ ايه ده؟ موبايله؟ المغفل ساب موبايله ومشي. راح فين الموبايل؟ Many unbearable hours later. أنا جعفر بن بطوط، أنا الروح الكامنة في البيضة المقدسة، أنا سيد السادة وأمير الأرواح، أنا أملك بركات، أنا ملك الحركات، جئت اليوم لأضحي بتلك القرابين لأعيد أرواح السلطان حسن ومحمد علي إلى الحياة. حشتوت ملتوت، احضر أيها الفرعون المنكوش، واحضر لنا الجن المنشود لإتمام العمل المطلوب. اظهر وإلا هنحطك في المصباح وهنعمل منك مفتاح. احضروا أيها السادة، السادة الجن، اضربوا في المليان ما تخلوش حد غفلان. احضروا السلطان حسن ومحمد علي، احضروهم الآن إلى مكاننا هذا. لماذا هذا الصحن مكشوف ومعزول عن المسجد؟ هل هذا نظام بناء جديد؟ ولكن هذا الصحن يحتوي أيضا على كثير من الزخارف، كما توجد به ميضة نقش عليها كثير من الزخارف مطلية بماء الذهب. ورباه على ذاك المسجد، إنه يحتوي على كثير من القباب، لم أرى مثل ذلك العدد في حياتي. وما تلك المآذن؟ إنها تشبه أقلام الكتابة. وتلك القبة، تلك القبة المركزية، إنها حقا كبيرة جدا، لم أرى مثلها في الضخامة في حياتي. ولكن ما هذا الذي بالداخل؟ إنه ضريح، ولكن كيف يضع ضريحا أو ينشئ ضريحا في وسط المسجد بلا عازل أو فاصل عن قاعة الصلاة؟ إنه حق لأمر غريب. ولكن الأغرب، لماذا يوجد بذلك المسجد ثلاث منابر؟ وما ذلك بالأعلى؟ إنها مقصورة للصلاة. وتلك الزخارف أيضا التي في السقف، إنها زخارف لا أرى فيها فن العمارة، الفن الزخرفة الإسلامية. أعتقد أنها مقتبسة من الزخرفة الأوروبية، وإنها مطلية بكثير من ماء الذهب.
وما تلك القناديل وما أكثرها، لم أرى مثلها في العدد قد داخل أي مسجد دخلته في صباي. لقد مللت من التمعن في هذا المسجد، سوف أخرج لأشم بعض الهواء الطلق. هذا أكل هذا الوقت وأنا لا أعرف أن ذلك المسجد يطل على مسجدي؟ ولكن يا ترى ماذا يفعل فيه محمد علي باشا؟ إني حقا أتشوق لأعرف ما رأيه فيه. افتح هذه البوابة أيها الحارس. ماذا يعني ممنوع؟ أنا محمد علي سلطان البلاد، حاكم مصر والشام والسودان. العباسية واليمين، يلا افتح هذه البوابة الآن. مش يا. ماذا يعني هذا؟ يا حراس، يا حراس اقتلوه. لا لا مقبول بقى، يلا يلا من هنا يلا يلا. بالظبط يعني صرنا نتأخر بس عشان نلحق نخلص، عشان نلحق نروح الفرح، عشان تعرف بقى لازم الفرح بقى نروح نظبط الشغل ده يعني. تمام خلاص يلا انا جعفر ابن مطوط، أنا الروح الكامنة في البيض المقدس، أنا سيد السادة وأمير الأرواح، أنا أملك بركات، أنا ملك الحركات، جئت اليوم لأضحي بتلك جئت اليوم لأضحي بتلك القرابين يا دي النيلة. استنى هقولها. يعني وصلت انت وغيطان في بيتك. استنى نفس اليوم ماشي. ينزلوا حرام عليك الساعة دي اسكتوا لسه مرزوعين هنا. عايز اجيب كريب يا اسطى. جئت اليوم لأضحي بتلك القرابين لأعيد عيد النيل. عيد يا اسطى عيد. عيد انا بسجل، انا قلت دلوقتي انا مالك الحركات مظبوطة وزي الفل، فانا عايز ابقى في نفس الضيوق اكمل الحتة واشتغل عليكم، يبقى احنا مش هنقعد نسأل كتير ولا ايه؟ مش فاهم انت. لا ده كده تلزيقة، اعملها كلها حتة واحدة ونخلص. حسبي الله نعمل القيل فايق. ما تجيب حاجة.